فأحد المشجعين العمانيين إجا يريد ماكو سكن. اضطرينا أنا وصديقي إنه يعني أخذناهم، هذا مو فشي إنه إحنا هذا نتونس، هذا نقول رزق إن اليوم إحنا اليوم الناس اللي تجينا نتونس نقول له أنت لك صدر البيت وإن العتبة مثل ما يقول لي. فهذا الشيء إحنا متونسين عليه ويعني الحمد لله والشكر، وحتى المسؤولين يعني اللي صارت يعني ما قصروا بكل شيء، يعني حتى افتتاح ملعب الميناء اللي هم هواي بالعكس صارت فد أمور سووها، ما صار افتتاح ملعب مثل ما افتح ملعب الميناء. فهذا اكو ناس كل واحد يريد يغطي او يجيب، بس لا، المعالي مو اللي قد مو اللي قدامه، رجل يعني مهني ورجل وحتى مثل ما قال يعني يمكن انا 3 ايام تعين براس طلع، يمكن يوم اربع ايام خمسه بالبصره من الصبح لليل، واجوا يعني حتى الكابتن عدنان بعدين الوزراء رئيس الوزراء كلهم اجوا كانوا يزورون ملعب الميناء اللي هو كان يعني ما حد كان متراهن انه راح يفتحونه قبل البطوله. نواقص بس يعني مو نواقص، مع العلم فتحت ملاعب اكثر من هاي النواقص بقاطات. احنا كان يعني هذا العمل اللي اشتغلوه قبلها بشهر كل الامور انتهت، يعني كلها كشوارع كارصفه ك يعني هو هذا الصرح اللي صار، يعني كل العالم تفتخر به. ومثل ما قلت لك المدينه يعني بعد حدث ولا حرج، الافتتاح يمكن ما شفنا البطولات كلها، بطولات الخليج مع احترامي لكل الاخوان ما شفنا افتتاح الكل. ثاني شيء كناس تقارنا بافتتاح كاس العالم البارحه، اي والله بارحنا طموحنا كلش زاد. يعني شوف عوائلنا اللي هي عوائلنا يعني خواتنا وزوجاتنا وناسنا ما كانت تروح الملعب، هسه كلهم مستنفرين انه يروحون يحضرون المباريات بما بيهم عائلتي انا اللي جاي يعني متحدث. فشوف يعني اكثر عوائلنا، وهذا يعني هم يعني اطلب انه حتى من اللجنه يعني لازم يخصصون اماكن للعوائل اللي تجي، يعني تعرف انت العوائل من تجي بهاي الزحمه صعبه. فشوفهم كلهم هسه متلهفين انه البطاقه والغيرها يريدوا يشوفون اللعبه الجايه من حتى العراق وغيرها. هسه اليوم يمكن المباريات الاخوان البحرين والامارات يعني جمهور، يعني اخواننا جايين للجمهور الفرق، بس جمهورنا اكثر اللي هو يا آزر اللعب الحلو يريد يشوف كره قدم، متعطشين لهذا الشيء. بالرغم انه قلت لك يعني شلون عندهم حفله انهم رايحين صحيح. سفره ورايحين كل واحد جايب اكله ويجي من وقت حتى الافتتاح، وهذا في شيء يعني متونسين عليه بصراحه، وهاي بجهود الناس الطيبه اللي اشتغلت.